بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، كل سنة وانتم طيبين. الأول مرحب بيكم في الترم الثاني في 2020-2021. الكورس بتاع النهاردة أو الكورس اللي احنا هناخده النهاردة هو كورس الإلكترونيات 1. طبعا الإلكترونيات جزء مهم جدا في حياتنا، له بعض الميزات العالية جدا، ومقابل هذه الميزات بنقابل صعوبات جدا كبيرة في التعامل مع الالكترونيك ديفايسز والسيركت ديزاين والانتجريتد سيركت ديزاين. طبعا نتعرف ببعض الاول. انا الدكتور فتحي عبد الفتاح فرج، رئيس قسم الالكترونيكس والكوميونيكيشن في كلية الهندسة جامعة الزقازيق. الإلكترونيات، يعني أنا كمهندس إلكترونيات عندي مشكلة خطيرة جدا. يمكن المشكلة دي عايزة أقربها لكم شوية من وجهة نظر السيركت والتعامل معها كدوائر إلكترونية، كدوائر كهربية. دوائر الكهربية اللي انتوا خدتوها الريزيستنس والكاباستنس والكويلز وكل الاليمنتس ديت كلها تقريبا الفي بتساوي اي في ار، مش كده؟ فهي علاقة خطية. المشكلة بتاعت الالكترونيات ان العلاقة بين الفولت والتيار في الالكترونيات مش خطية، وبالتالي تلقي العلاقة بتساوي في بتساوي ثابت في في اي تربيع، في بتساوي ثابت في ساين الاي، في بتساوي اكسبوننشال الاي وهكذا، او الاي بتساوي اكسبوننشال الفي او لوج الفي. كل دي علاقات غير خطية بتأدي صعوبات في التعامل مع الدائرة الالكترونية. الالكترونيك سيركت ديفايسز او بعض الديفايسز بتعوز بعض يعني الاليمنت البسيطة او بعض الماثيماتيكال تولز البسيطة اللي انا اقدر اخدها، لكن انا كطالب او انا كدارس بتكون عندي مشكلة في الاول خالص ان انا واخد على سيركت لينير في بتساوي اي في ار وار بتساوي سيريز ار واحد زائد ار اتنين على التوازي، يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم وهكذا. كل ده سهولة التعامل مع اللينير اليمنت. هنضرب مثال مع اللينير اليمنت. لو انت دخلت المكثف والكويل في الاعتبار بتظهر لك معادلة تفاضلية، لان التيار في الملف بيساوي سي دي في باي دي تي. طيب انت كنت بتعمل ايه في المعادله التفاضليه ديت؟ ما بتعرفش تحلها، وتضطر تستخدم لابلاس ترانسفورم عشان تحول المعادلات التفاضليه الى معادلات خطيه تحلها عادي خالص بسهوله، ثم ترجع تاني تعمل الانفرس فورير ترانسفورم عشان تجيب الحل ان تايم دومين. يبقى اذا كل ما بتقابلك صعوبه كمهندس يا لابد ان تستخدم شيء من الرياضه او شيء من اي تولز موجوده عشان يحل لك المشكله، وفي النهايه بتحاول تحلها لمعادله خطيه. المعادله الخطيه ديت بتكون سهله الحل، وبالتالي ما دام حولتها لمعادله خطيه لازم تجيب التعامل العكسي اللي هو اللابلاس ترانسفورم والانفرس لابلاس ترانسفورم اللي استخدمتوه في الساين اوميجا تي او الالترنيتنج كارنت في دوائر السيركتس. كذلك نفس الكلام هنا، التعامل مع الاليمنت ده هو غير نون لينير، وبالتالي لازم احلها باي شكل من الاشكال. مثلا بنسمع عن حاجه اسمها تويلر سيريز اكسبانشن، وهو ان انا اقدر احول النون لينير للينير بس اندر كونديشن. دي كلها صعوبات الالكترونكس. طيب ايه بقى لما هو رخم كده وهو صعب كده انا بلجأ له ليه؟ بنلجأ له لان كل حاجه لها ميزه ولها عيب. الميزه الاساسيه في الالكترونكس ان اصبح بينقل الاشاره او اي فينومينا بيحولها لاشاره كهربيه. على سبيل المثال لو عندي مريض، المريض ده عايز اعمل له تراكنج لدرجه حرارته، عايز اعمل له مونيتورنج لضغطه، عايز اعمل يعني فول كنترول عليه، وبالتالي انا بحط سنسورز. السنسور دي معظمها الكترونيات، الكترونكس اليمنتس دي بتحول لي الفينومينا حراره ضغط صورته اي شيء من الاشياء تحوله على طول
لإشارة كهربية أقدر أتعامل معاها وأقدر أبعتها للدكتور. نفس الكلام أقدر أعمل بالنسبة ده ما يسمى بالبايوميديكال إنجينيرينج. أما بالنسبة للجزء التاني مثلا لو الميكانيكال إنجينيرينج، ابتدى يقول حاجة اسمها ميكا إلكترونيكس، ما بقاش يشتغل لوحده، لا لازم عايز إلكترونيكس، لأن السنسور والمكنة نفسها أصبح فول كنترول بالإلكتريكال سيجنالز. اللي بيعمل الكنترول ده هو الإلكترونيك سيركت ديزاين، او اللي بتخش في هذا عشان الدايمنشن وان صغيره جدا وان سنسيفتي عاليه جدا الالكترونيك سيركت ديزاين. فكل حاجه زي ما نقول لها ميزه ولها عيب. يعني احنا قسم الاتصالات والالكترونيات، انا باخد الاشاره بحولها لاشاره ضعيفه وعايز اكبرها، المقاومه ما تكبرش ولا الكويل يكبر الاشاره. لكن الالكترونيك سيركت ديفايس من نتيجه لوجود النون لينياريتي دي ساعات بيكبر الاشاره، وبالتالي بستخدمه از سيركت امبليفاير. يبقى اذا القضيه هنا يا جماعه ان في بعض الشيء له ميزه وله عيب، له عيوبها في الاناليسز بتاعتها، بس احنا الاناليسز نقدر نتغلب عليها لان احنا مهندسين ودي شغلتنا. لكن هاو تو يوز بالادفانسد بوينت بتاعتها دي برضو شغلتنا، ونتمنى نكون مهندسين في هذا الجزء. الالكترونيك سيركت ديفايس الدوائر بتشتغل بالالكترونيات. طب ما كل حاجه شغاله بالالكترونيات، اي تيار دي سي عباره عن الكترونيات بتمر، واي او تشارج بتعدي. وبالتالي ايه ليش ليه سمعنا او ليه السبب اللي سمينا دي الكترونيكس 1 او الكترونيكس سيركت ديزاين او الكترونيكس ديفايسز او غيره، ان هي بيزد على البيهيفير بتاع الالكترون نفسه، البيهيفير بتاع الالكترون نفسه. طيب القرص لو انا حبيت اختصر زي ما العنوان اللي موجود قدامنا ده ديفايس موديلنج، وكلمه ديفايس موديلنج معناها العلاقه بين في واي. انا كمهندس كهرباء يهمني العلاقه بين في واي، مهندس مدني يهم العلاقه بين الاستريس والمومنت، وكل واحد له علاقات بيدرسها التي تؤثر على الماده وبيهيفير بتاعه الماده خلال هذا التاثير. ديفايس موديلنج، انا عندي مقاومه، ايه هو الموديل بتاع المقاومه؟ ان الفي بتساوي اي في ار، هو العلاقه بين في واي. هي خطيه يبقى الاليمنت ده خطي، هي نون لينير يبقى دي نون لينير اليمنت، ثابته يبقى ثابت وهكذا. طب لو استخدمش مجموعه ديفايس زي ايه بالظبط؟ زي دايود من هنا بالنسبه للالكترونكس، يعني ديفايس ترانزستور مقاومه كل ده تعتبر ديفايسز. لو استخدمت دولت ان انا اعمل بيهم دايره بنسميها سيركت ديزاين، بنسميها السيركت ديزاين. هنا طب لو جمعت مجموعه من الدوائر فبقدر اعمل منهم انتجريتد سيركت ديزاين، وده التراك الفول تراك للالكترونكس. ان انا ديفايسز اعرف العلاقه بين الفي والاي، وازاي استخدم الديفايسز ديت عشان ابني بيها سيركتس، السيركتس دي هتبني سيستم، السيستم ده هحطه جوه انتجريتد سيركت بحيث تبقى مجمعه جوه علبه زي الموبايل اللي في ايدك بالظبط. ده التيم بتاعنا اللي احنا التيم اللي موجود في القسم. طبعا انا كرئيس التيم، الدكتور ياسر كان في السعوديه، هو الدكتور محمد فرحات، الدكتور ابراهيم لطفي، الدكتور احمد رضا ده في الصين، الدكتور وهبه برضه في الصين، في معانا زميل الدكتور او المهندس احمد حسني ان شاء الله نضيفه. اوكي، دي الريفرنس اللي هنشتغل منها، دي الريفرنس اللي هنشتغل منها، مجموعة من الريفرنس موجودة على الانترنت، نتمنى ان انتوا تقدروا تستعينوا بيها. طبعا مفيش دراسة فيهم من الالف للياء، يعني كتاب واحد معين من الالف للياء، لا احنا مجمعين الماتيريال من الريفرنس دي كلها، لكن تقدر تستغل كل الريفرنس دي وتزود معلوماتك منها، وان شاء الله تبقى في استفادة. نبدأ المحاضرة بتاعتنا من الاوتلاينز بتاع المحاضرة. زي ما قلت في المقدمه اللي احنا اتكلمنا فيها، اني انا كمهندس كهرباء يهمني الماده بتوصل ولا ما بتوصلش، وبتوصل ازاي، اللي هي الريزيستنس بتاعتها، المقاومه لمرور التيار. الريزيستنس هنا بعض المواد بتوصل زي الذهب،
زي النحاس زي الحديد يعني. وبالتالي المادة دي موصلة، اوكي؟ في مادة زي الخشب ما بتوصلش، فبنيجي نوصفهم نقول يا جماعة المواد دي ايزوليتد والمواد دي كوندكتنج. لو سألت اي يعني اي طالب ليه المادة الموصلة بتوصل، هيقول لك بقى ايه هي بتوصل ايه؟ بتوصل تيار. التيار عبارة عن ايه؟ ها؟ عبارة عن الكترونز او تشارج بتعدي، سواء الكترونز او بوزيتيف تشارج. اذا الالكترونيات اللي مشيت دي تحت تأثير الفولت ارتباطها بالنواة ضعيف. تاني، المادة الكوندكتنج دي ليه بتوصل؟ يبقى اكيد المادة دي ما دام وصلت يبقى ارتباط بعض الالكترونيات بالنواة ضعيف، يبقى في بعض الالكترون قابلة للحركة تحت تأثير ايه؟ مؤثر خارجي. هو ده الالكترون بنسميه فري الكترون، ده الكترون فري. يبقى المواد الموصلة فيها عدد من الالكترونيات الحرة كتير. طب المادة الايزوليتد ماشي؟ يبقى اذا هنا في اللحظة دي يا جماعة هنقول مادة كوندكتنج، مادة ايزوليتد، زي ما بنقول النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، في واحد قاعد بيقيس المقاومة لمادة عزلة هاي ريزيستيفيتي انسوليتد، وهو بيشرب كوباية الشاي راحت كوباية الشاي وقع على المادة. المادة كانت ممررة تيار ضعيف، وهوب لما وقع عليها الشاي السخن راحت موصلة. ايه السبب؟ يبقى هي في الحالة الكونديشن الاولاني كانت ايزوليتد والدنيا باردة، اول ما سخنت، يعني ايه سخنت؟ يعني نضاف لها انرجي عن طريق الحرارة. ايه تفسير ذلك؟ طب المادة اللي فوق قلنا ان فيها الكترونيات والالكترونات دي حرة، المادة اللي تحت ما فيهاش الكترونيات حرة. طب المادة اللي كانت ما بتوصلش ووصلت، يبقى الاول كان فيها ما فيهاش فري الكترونز، دلوقتي بقى فيها في فري الكترون. طب ايه الجديد اللي انضاف؟ كمية من الطاقة انضافت للمادة ديو تو بعض الفينومينا زي تمبريتشرز، ضوء، ماجنتيك فيلد، اند بعض الامبيوريتي، او نضيف بعض الامبيوريتي. طبعا الطرق عديدة جدا ابتدت الناس تبتدي تتصور ان بعض المواد لها بعض البيهيفير واقدر اغير البيهيفير بتاعتها. طبعا انا كمهندس كهرباء يا جماعه يهمني البيهيفير الكوندكتيفيتي، كوندكتنج ولا نوت كوندكتنج. يبقى الماده دي بيسميها سيمي كوندكتنج ماتيريال، ماده نصف موصله، مش نصف موصله، هي ان بتوين. لا ماده كانت بتوصل وما بقتش توصل، او بتوصلش وبقت توصل under condition. الكونديشن ده ان انا بضيف طاقة سواء temperature، ضوء، magnetic field، فلوس هندفعها anyway. من هنا ابتدى يظهر semiconducting material according to the behavior of electrons جوه الماتيريالز. طيب انا لو عندي على سبيل المثال، لو عندي ماتيريال فيها عدد الكترون فري خالص اندر النورمال كونديشن، مفيش حراره، هي مصيبه، دي ماده كوندكتنج. ماده تسخنها ما تسخنهاش فهي ماده ما فيهاش فري الكترونز، فهي ماده عازله. طب لو ماده بقى البيهيفير بتتغير لو ضفت لها حراره، يبقى ده سيمي كوندكتنج ماتيريال. تمام. طبعا ده بعض الاليمنت جوه الجدول الدوري زي ما انتم بتسموه، زي ماده زي السيليكون او ماده زي الجرمانيوم في الكولمز ديت لها البيهيفير دي. طبعا اندر تيست، كلها ما جاتش كده يعني ايه، احنا قلنا والله خد الكولم ده، ايه والله جبنا المواد وابتدينا نلعب معاهم نفس اللعبه، نسخن ونشوف هتعمل ايه. لقينا الكولمز ده اللي هو الاي والاي في هما فيهم الكاركترز ده. من هنا ابتدينا نقول ان الكولمز ده هيبتدي فيه بروبابيليتي ان هي تبقى ماده سيمي كوندكتنج ماتيريال زي الكربون، طبعا الكربون نانو تيوب الترند الجديد، جيرمانيوم، سيليكونز اند سو اون. ابتدى نفس الكلام هنا، ابتدى يجيبها
بالشكل التاني. اوكي، الجزء ده يعني جزء من الفانتازية شوية، او يعني بعض ال يعني فرض العضلات بتاعتنا عشان نعقدكم، لكن ما تتعقدوش. المادة بتتكون من ايه، والكريستالز والالكترونات بتترص ازاي جوه السيجنالز، جوه الكريستالية، وهل هي منتظمة ولا غير منتظمة، هل هي كل ده. يعني دي بتدي كاركترستيك للماده بالنسبه للسيمي كوندكتنج ماتيريال. هل الالكترونيات والاتومز يعني لو انت مثلا الكريستلاينز دي تلاقي هنا منتظمه جدا، هنا مش منتظمه، وبالتالي دي بتاثر على البيهيفير. يعني عشان اقول لك ان انا اجيب قطعه سيليكون واخليها سيمي كوندكتنج ماتيريال بتاخد شغل مني، عشان في الاول في الاخر خالص عشان اوصلها ان هي تبقى سيمي كوندكتنج ماتيريال. هو ابتدى يخش جوه شويه ويقول ادي التركيبه الداخليه لكل ذره والتانيه اند سو اون. دي كله بعض الحاجات يا ريت تقروا عنها. طبعا ده تخيلي جوه النواه او جوه الماده نفسها. نفس الكلام هنا، نتمنى ان انتوا برضو تقروا الكلام ده. ابتدى يوصفه بشكل تاني خالص. لو انا عندي في على الكيوبكس واحدة في النص، في ذرة تانية تبقى في المنتصف اند سو اون، هتلاقي في سيمترية. نفس الكلام بالنسبة للكريستالز. وابتدينا نطلع هنا نقول ايه بقى هي الفالنس باوند او الرابطات اللي النواه بتبتدي. انا عدد الذري، والعدد الذري 8. لا ده انا عندي 4 الكترونيات، كل ذره فيها 4 الكترونيات خارجيين اهو، كل واحده منهم بترتبط بجنب. ده الكلام اللي خدتوه في الثانويه العامه. وبالتالي في المدارات الخارجيه كل واحده منهم مشاركه باربعه مع 4 ذرات تانيه عشان تكون الاستراكشرز ده. ماشي يا شباب ولا مش واضح؟ مفهوم ولا لسه؟ اعتقد ذلك ان دي معلومه موجوده في كتب الثانويه العامه، وموجوده برضو في الكتب اللي يا ريت تقراها من بعض الريفرنس. نفس الكلام ده هنا بيكون ده الاستراكشرز اللي موجود، ذر السيليكون او ذر الجرمانيوم 4 كل واحده مترابطه مع الثانيه اند سو اون. كلام جميل، كل ده كلنا فاهمينه، يعني ترابط هنا بقى بنتكلم زي ما قلنا احنا هنخش جوه الماتيريال شويه، لان احنا هنتعامل هنشوف البيهيفير للالكترون تحت تاثير مؤثر خارجي. السيليكون كومبليتلي ايزوليتد، السيليكون كومبليتلي ايزوليتد. ليه بقى لما ضفنا له حراره ابتدى يوصل؟ السؤال اللي معروفه اجابته ان ما دام وصل يبقى في الالكترونيات حره اتولدت. ايه اللي حصل؟ هنبتدي نقول والله الالكترون بيلف حوالين النواه في مدار، في مسافه بينهم، في قوه ربط بينه وبين النواه، لو ضفت انت شويه حراره هو بيكتسب هذه الحراره ويتحرك في مستوى تاني للطاقه، لان هو كان معاه طاقة صغيرة ابتدى معاه طاقة كبيرة، ابتدى يمر في مدار اوسع، ابتدى قوة الربط بينه وبين النواة تقل، اصبح قابل لان اي قوة خارجية تطلعه برة اهو، تطلعه برة الايه الباوند، قابل انه يتحرك تحت تأثير قوة خارجية. يبقى هنا اصبح يكون الكترون حر. طب لما الالكترون ساب الذره وابتدي يتحرك ويتمشى لبره، يعني زي ما بيقولوا الذره تحولت لايون موجب، لان الذره متعادله، وبالتالي كون هولز اوتوماتيك. يبقى الالكترون اللي تحول حر اصبح يكون هول اوتوماتيك، عشان كده سميناها الكترون هول بير. اي الكترون حر اذا اتحرك بيسيب مكانه هول، يبقى الاتنين مرتبطين بايه؟ ببعض. لكن المادة لو انا ضفت لها حرارة، لو انا ضفت لها حرارة ومفيش قوة مثلا تسحب الالكترونيات دي،
خلاص الالكترون هيتحرك في مدار اعلى وبعدين يفقد الطاقة تاني وينزل لمساره في الستيد ستيت بتاعته. تاني يا شباب، عرفنا يعني ايه الكترون هول بير. يعني السؤال بطريقة تانية، لو عندي 1000 الكترون حر، يعني ايه؟ يعني ايه الاول؟ يعني 1000 الكترون قابل للحركة. طب عدد الهولز كام بقى؟ هم برضو 1000، لان الالكترون بيطلع معاه ايه؟ الكترون بيطلع معاه او بتتولد اوتوماتيكلي هولز موجودة عند في نفس المكان. يبقى هنا المادة مادة متعادلة متكونة 4 الكترونز في كل مدار. طبعا نتيجة لإضافة الحرارة الالكترون ده ممكن يبقى قابل للحركة، مش مرتبط، هياخد شغل اقل شوية عشان اسحبه على برة تحت تأثير مؤثر خارجي. طب افرض ما كانش تحت في تأثير مؤثر خارجي، مش هيسيب الذرة ويمشي، وبعد شوية هيفقد الطاقة ويرجع لمكانه تاني. تمام. طب افرض اتحرك ساب مكانه هولز، عشان كده بنقول انا عندي الكترون هول بير. ماشي يا جماعة، اتمنى كده تكون واضحة عدد الالكترونات. طيب انا لو في عندي مادة فيها 0 الكترون فري، الكوندكتيفيتي بتاعتها بكام؟ بزيرو، والريزيستيفيتي بعالية جدا. ماشي يا جماعة. يبقى طب انا لو زودت عدد الالكترونات الحرة، ايه اللي هيحصل في التوصيلية؟ الكوندكتيفيتي هتزيد، احتماليات التوصيلية تزيد، والريزيستيفيتي تقل، اند سو اون. واضحة ولا لسه؟ طيب يبقى اذا عشان احسب التيار يبقى لازم احسب الريزيستيفيتي، ان الار بتساوي، احسب الار، والار بتساوي رو ال على الاريا. وبالتالي انا عشان احسب التيار لابد احسب الار، احسب الريزيستيفيتي، يبقى لازم اعد عدد هاو ميني الكترون موجودين في المادة دي. الكترون ايه؟ فري. وانتوا عارفين ان الالكترون فري بتكون قصادها هولز، عدد الالكترونات بيساوي عدد الايه؟ الهولز. يبقى المين تارجت بتاعي كمهندس دلوقتي ان انا اعد كام الكترون حر هيتولدوا لو ضفت كمية حرارة معينة، لو ضفت كمية ضوء معينة، لو ضفت كمية الكتريك فيلد معينة، لو ضفت دوبنج معين. يبقى كل هدفي ان انا احسب الالكترون، عدد الالكترونات الحرة، لان عدد الالكترونات الحرة بزيادتها هتزود الكوندكتيفيتي، هتقلل الريزيستيفيتي، هتزود التيار. ده نفس الكلام اللي انا بقوله حضرتكم عند تي 1 الالكترون اتكون، عند تي 2 ابتدى، وعند تي 3 رجع كمكان او بقى بوزيشن معين، عند ديفرنس بوزيشن اندر، يعني هنا كان هنا الالكترون، هنا اتنقل بقى هنا، وهنا اتنقل بقى عند التلاتة، وهكذا عند بوزيشن مختلف. ده اندر اكسترنال فورس، والفورس ده جاي من الالكتريك فيلد او فولت. في اللحظه دي يا جماعه انا هقول الكلام ده كله. السيليكون ده الخصائص بتاعته، يعني عندي 2 موبايل تشارج كارير قابله للحركه، اللي هي الالكترون والهولز. ده طبعا طرق هاو تو جينيريت. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش على اضافه بعض الشوائب، خلينا دلوقتي في الامور العاديه في الانترنسك ماتيريال. انا حبيت اجيب السلايدز دي في الاول عشان اقدر اقول لك ان احنا العلماء اللي هم بتوع جامعه الزقازيق او جامعه قدروا يعدوا الالكترونيات الحره as a function of ايه؟ of temperatures. واضح؟ انا كمهندس اتاكد من المعادله دي بس صح الاول، اني انا عند درجه، لو انا عملت التجربه العمليه، التجربه العمليه ان انا عند درجه حراره معينه الاقي في 5000 الكترون حر. المعادله تساوي الايه؟ العملي.
وبالتالي انا كل اللي هستخدمه يا جماعه شباب المعادله دي. ايه المعادله دي؟ بتقول لي هاو ميني الكترون حر في السنتيمتر المكعب. الان اي بتساوي 5.2 × 10^15 تي 3 على 2 اكسبوننشال اي ماينس اي جي على 2 كي تي. الاي جي دي بيسميها الانرجي باند، هنعرفها بعدين يعني هنتكلم عليها دلوقتي. الكي اللي هي بولتزمان، القانون ده كله هنثبته دلوقتي. بس اللي انا عايز اقوله لك كمهندس ان هو القانون ده اللي هستخدمه بس، وهو اللي مفروض اعيشه، لان هو اللي بيديني عدد الالكترونات الحره as a function of temperature. وزي ما قلنا في المحاضرات بعض المحاضرات، هل لو التمبريتشر في المعادله دي زاد عدد الالكترونات الحره بيزيد، رغم ان دي تحت في المقام. تمام، اذا كان عدد الزياده هنا يؤدي لزياده هنا، يبقى تخيلي انا صح، تخيلي انا صح والموديل اللي انا عملته صح، ان كل ما درجه الحراره تزيد كل ما الانرجي اللي بتضيفها للماتيريال تزيد، كل ما عدد الالكترونات الحره تزيد طبعا، وتبع ليها الكوندكتيفيتي، وتبع ليها الريزستيفيتي بتقل، وتبع ليها التيار بيزيد. I think that under condition معين. طيب تعالوا بقى نتكلم على ازاي نوصل للمعادلة دي. لو انت ملاحظ ان انا كل اللي بتكلم عنه هو الانرجي اللي بيسحبها او اللي مع الالكترون، كل ما الانرجي اللي مع الالكترون تزيد، كل ما المدار يبعد عن مدار، المدار بتاعه يبقى كبير حوالين النواة، مش كده؟ او حوالين نواة الذرة. يبقى اذا انا هتعامل مع ما يسمى بالانرجي باند. انت فين في الباند ده؟ انت معاك انرجي قد ايه عشان تسكن فين؟ هل هتبقى قريب من الذرة او بعيد عن الذرة؟ يعني النواة، اسف. تمام كده كويس؟ فابتدى يتكلم على الانرجي اللي موجودة مع الالكترون. according للبوهر مودلز للذرة، فقال لك ان هذا هو ما يسمى بالالكترون فولت، ده اي في الالكترون فولت، وان دي بتساوي ام نوت كيو تربيع، عايز دي كيو ده للتشارج، على 8 ايبسلون اتش تربيع في ان تربيع، واتش ده بلانك كونستانت. ده اثبات من بوهر رجل الساينتيفكس اللي بيتكلم على الالكترون يقدر يسكن في مستوى معاه انرجي بالشكل ده. طب هو لو معاه انرجي بالشكل ده، يبقى اذا هيسكن في سيرتن او يعني او هيلف في مدار في حته معينه من انرجي. المدار ده يمثل انرجي من 1 ل 13 على سبيل المثال، من 1 ل 2، عشان كده هنا ان ده نمبر اوف الكوانتم نمبر، اللي هو انت في نمره 1 ان بواحد ولا ان باتنين ولا ان بثلاثه اند سو اون. ماشي يا شباب؟ يبقى اذا تخيلي كده ان الدنيا حوالين النواة عبارة عن مجموعة من مستويات من الطاقة، كل ما ببعد مستوى الطاقة بتاع الالكترون اللي يسكن هنا يكون اعلى شوية. اوكي؟ نسأل برضو سؤال، لو انا عندي الكترون قريب من النواة، والكترون تاني قريب ابعد عن النواة، والاتنين بيلفوا حوالين النواة، ومفروض الاتنين يعملوا لفة في زمن ثابت. تاني عندي الكترون، اتنين الكترون، واحد قريب من النواة والتاني بعيد عن النواة، والاتنين طبعا بيلفوا اكوردنج البوهر موديل بيلف حوالين النواة، والاتنين مفروض يعملوا لفة حوالين النواة في زمن ثابت. مين هيبقى اسرع؟ اكيد اللي هيبقى اسرع اللي هو بعيد، وبالتالي بيقولوا الانرجي باند بتاعه، الانرجي اللي معاه او الكايناتيك انرجي اللي معاه تكون اعلى، وهكذا. ماشي يا شباب؟ فاذا احنا دلوقتي كل اللعبه اللي احنا لعبناها عايزين نحسب عدد الالكترونات الحره، وعدد الالكترونات الحره تعتمد اعتماد على اساسي الالكترون ده معاه طاقه قد ايه. لو طاقه صغيره شويه تلاقيها جوه قريبه من النواه، وده ما فيش حد هيقدر يسحبه. طب لو بعيده، معاه طاقة عالية، وبالتالي ممكن يبقى أي شوية طاقة تاني حولوه لإلكترون حر.
تاني ولا لسه؟ يبقى القضية هنا في الانرجي باند دايجرام، واضحة ولا انا مش اعتقد واضحة؟ طيب انا لو عندي عايز اعد بقى ايه احتمالية ان الالكترون ده يبقى حر؟ تاني، احتمالية الالكترون ده يبقى حر ان هو يكون معاه طاقة بين كذا وكذا، عشان هضيف له دلتا عشان يبقى فري. تاني، يعني الالكترون القريب من النواة ده صعب جدا يبقى حر، لان مرتبط بالنواة ارتباط، وعشان يطلع بره التحكم ده عايز له انرجي عالية جدا. طب واللي بعيد شوية؟ لا ده عايز فاضل له دلتا صغيرة عشان يبقى يعني اي قوة خارجية تسحبه. يبقى اذا ايه هي احتمالية ان الالكترون ده يبقى حر؟ انه يقع في رينج من مين؟ الانرجي. انت معاك انرجي قد ايه؟ من 3 ل 4 مثلا. يبقى انت كده في احتمالية انك تبقى فري. طب من 1 ل 2؟ لا كده انت بعيد قوي عن انك تبقى فري. طب لو عايز اعد الالكترونيات اللي هي احتمالات ان هي تبقى موجودة وتبقى فري، اللي هو الهدف المين تارجت بتاعي، اللي هو الهدف الرئيسي بتاعي دلوقتي، ان انا عايز اعد عدد الالكترونيات الحرة. يبقى اذا هجمع كل الالكترونيات اللي هم في الرينج من 3 ل 4 على سبيل المثال، اللي في الرينج بتاع. طب اجمع يعني ايه؟ بالرياضة هو انتجريشن، يعني اجمع هو انتجريشنز. يبقى اذا انتجريشن لمين؟ طب ما افرض ان مفيش احتمال اصلا الكترون يبقى حر. يبقى اذا هنا هنبتدي ندخل نظرية الاحتمالات في وجود الالكترون في المنطقة اللي ممكن تبقى حرة، منطقة من الانرجي ليفلز، من الانرجي ليفلز. طبعا ده بوهر للذرة، والراجل قال لك الالكترون وادي النواة جوه، واول مدار بياخد 2 والتاني بياخد 8، والكلام ده كله انتوا عارفينه من الثانوية، والسب شيلز والشيلز والكلام اللي انتوا يمكن اقدر مني على فهمه. وطبعا للأسف الشديد انا عندي 4 في المدار الخارجي، هم دولت اللي ممكن معاهم انرجي يخشوا في مجال الفري. تمام اوكي. وابتدى الراجل يعمل لك هايلايت اهوت ويقول لك ويخوفك. دي ذرة كده واقفة لوحدها مش كده؟ الالكترون اللي نهوت معاه انرجي ثابتة ولا متغيرة؟ بس اكتر شوية من ده، وثابتة بس مش متغيرة. واللي هنا يعني هو بيلف كده يا حبايبي مع انرجي ثابتة. طب لو جت ذرة كمان جنبه هنا وفي الكترون جاي بيلف هنا كده عشان يكون معاه التركيبة كده كده، اوبا بقى الالكترون ده قريب من الالكترون ده، هيقوم زقه لبره عشان التشارج ثابتة، وبالتالي الانرجي الانرجي باندز اللي هنا في الحتة دي هيحصل لها ديفليكشنز كده وتتغير شوية، ما تبقاش ثابتة. ماشي. يبقى اذا كل ما الذرة دي تقرب من الذرة اللي جنبها، البند ده هو او الانرجي ده هيحصل له ديستورشن. اللي لقى او اللي درس الحالة دي واحد اسمه باولو اكسكلوجن، باولو، وابتدى يقول ان البند بدل بعد ما كان ده المسافة بين الذرات بين الاتومز، وده الالكترون انرجي. الالكترون انرجي لو المسافة كبيرة تبقى ثابتة، لكن لو المسافة ابتدت تقرب وتبقوا قريبين من بعض جدا حصل الديفليكشنز ده، وده راجل ساينتفكس ريسيرشر، وبالتالي انا ما يعني ده الايمجنري بتاعه، تخيله يعني لا شفنا باند ولا شفنا اي حاجة، بس خلينا ورا الراجل لغاية ما نشوف يعني هيوصلنا لايه. ابتدى يحصل الديفليكشنز ده، قال لك كل ما بتقرب تاني كل ما بيوصل المستوى لهذا الشكل. البند بيتقسم لنصين، يحصل له سبليتنج، جزء ابر وجزء لور. الجزء الابر بيمثل
انرجي، كده الانرجي زادت وكده الانرجي ايه قلت. احنا قلنا دلوقتي الانرجي اللي بتقل معناه ان انا قريب جدا من الذره، وبالتالي انا مش فري الكترون. لكن لو انا معايا طاقه، انا نفس المدارات اهي معايا طاقه وطلعت فوق، يبقى انا اصبحت قابل للحركه، اصبحت فري. فمن هنا قالوا، ومن اللحظه دي قال لك ايه بقى، ان الالكترون عشان يبقى حر لازم يبقى فوق، والهولز لازم تبقى تحت. وقسم ده فوق وقال ده اسمه كوندكشنز باند، كوندكشنز باند، وده فالنس باند. ده كله with respect to electrons. الكلام ده هيتعكس بالنسبه لمين؟ للهولز. يبقى لو الهولز تحت تبقى كوندكتيف، ولو الهولز فوق تبقى الكترون. وطبعا زي ما بنقولنا ده مش باند كده وطوابق والناس ساكنه فيها، لا، هي الدنيا ده دايجرام للطاقه اللي موجوده اللي شايلها الالكترون. لو معاه شويه الطاقه دول اصبح يعني عمده، بقى اصبح ممكن يبقى فري. لو ما فقدهم ونزل تحت، لا، ما ماشي كده، يبقى مرتبط بالنواه اللي تحت، وبالتالي بقى نوت فري الكترونز. وانتم عارفين دلوقتي ان الالكترون هول بيرز، يعني كونت الكترون فري بتتكون هولز، والعكس صحيح. فواحد بيطلع فوق وواحد بينزل تحت، ودي كلها مودلز للتخيل بتاعي كانرجي باند دايجرام. يبقى احنا دلوقتي عشان الالكترون يتنقل من هنا يطلع لفوق، عايز شويه طاقه اللي هم دولت اللي احنا سميناهم الاي جي، اللي هي الطاقه اللازمه للالكترون عشان يبقى فري حر. واضحه؟ اي ثينك في سؤال هنا عشان نفهمه او اشوف ان انتوا فاهمين ولا لا. لو الاي جي ديت، انا قلت في الاول انا عندي انواع الماتيريال دلوقتي لغايه دلوقتي ثلاثه: كوندكتنج، نوت كوندكتنج، سيمي كوندكتنج. كوندكتنج يعني ايه؟ الاي جي دي كبيره ولا صغيره؟ ايزوليتد يعني ايه؟ الاي جي دي كبيره ولا صغيره؟ سيمي كوندكتور الاي جي دي قد ايه؟ ان بتوين، ما هيش كبيره قوي وما هيش صغيره قوي. وابتدى الراجل يتكلم على ياخدها يكبرها شويه ويقول انا عندي اي جي، والاي جي ديت الانرجي ريكوايرد تو بريك ا باوند، او تخلي الالكترون حر. اوكي، ده استخدمنا الانرجي باند دايجرام. وقلت دلوقتي انا لو عايز اعد الالكترونيات الحره، ابتدي اعد عدد الاكامل من هنا لهنا واشوف في كام الكترون معاه انرجي وكام انرجي، كام الكترون في بروبابيلتي بتاعته يكون انه يبقى فري. واضحه؟ اي ثينك واضحه. وابتدى يقول بقى ان انا عندي، معرفش انرجي مومنت، مومنتم ده يعني ايه. واحد من الطلبه قال لي ده طاقه الحركه، قلت له خلاص نمشيها طاقه الحركه. واحد تاني قال يعني المهم اكشفوا عنها في القاموس ويا ريت. هذا هي الانرجي مومنتمز اللي موجوده مع الالكترون. وابتدى الراجل يقول دي رسمتها، الاي مع المومنتم، الانرجي مع المومنتم. طبعا المنحنى ده صح 100% لان في هنا بي تربيع. الله، ده الانرجي، يعني كل ما المومنتم تزيد كل ما طاقه الحركه تزيد، كل ما الطاقه تكون الالكترون يكون نشيط كده وسخن، صح كده؟ بس العلاقه بارابوليك، واضح يا شباب؟ مفهوم دي القانون ده يعني اعتقد واضح جدا. كل ما طاقه الحركه تزيد، كل ما الانرجي اللي مع الالكترون، الباند اللي هيقعد فيه الالكترون يبقى باند اعلى اند صعود يزيد. وبالتالي هو ده الكيرف، الكيرف ده عند الزيرو بيساوي كام؟ زيرو. هنا اكس تربيع وهنا اكس تربيع وثابت 2 ام. اي ثينك ات از ايزي تو دو. طيب لو اتكلم بقى عن هنا، طبعا الكلام ده كله موجود في الكتاب، اتمنى ان انتوا تقروه.
النقطة اللي جاية هي إن أنا لو هولز ده الإلكترون. طب الهولز الإلكترون أهو، يبقى الهولز هتعكس، واضح؟ طب والمسافة بينهم هي الإي جي، بس أقل طاقة لأني هنا من هنا لهنا، عن هي دي لأجل حظي عند البيب زيرو. تمام، ده الايديال كيس او الايديال وضع. يبقى انا فاهم ده جاي ده دي كده من الكيرف اللي فوق اهو، لو هولز تعكس يبقى الالكترون لو هنا يبقى في الفالنس باند، لو طلع فوق يبقى في الكوندكشن باند، اصبح فري. عشان يوصل من هنا لهنا لازم تضاف له مومنتم او تضيف له طاقه بتساوي كام؟ اي جي. دي في الايديال ماتيريالز، لكن في بعض الماتيريالز الكيرف ده بيبقى مش ثابت بالشكل اللي انتوا شفتوه هناك ايديال. طيب فين الاي جي؟ هي اقل مسافه من هنا لهنا اهي، شوف دي من اللي فين، من دي لدي، ده كده ادي الاي جي المطلوبه. بس دي فيها بعض المشاكل، انها بتطلع دايركت والتانية بتطلع نون دايركت، دي كل اللي هنعرفه. دي في بعض الماتيريال زي ادي السيليكون والجاريوم اراسينكس، بعض الماتيريال درسوها ولقوها بالشكل ده اللي هي اندايركت سيليكون اندايركت سيمي كوندكتور ماتيريال، والجاليوم اراسينكس دايركت سيمي كوندكتور. دايركت يعني ايه؟ يعني الالكترون يطلع من هنا لهنا على طول، انما هنا ممكن يمشي كده يطلع، اعرفش يمشي ازاي، لكن يمشي كده وبعدين يخش رأس الرجاء الصالح عشان يجي هنا. يعني عشان الالكترون ده يجي هنا فلازم يطلع معاه شوية طاقة لفوق مثلا فور اكزامبل، وبعدين ينزل كده. انا اي دونت نو، بس ده اندايركت بالنسبة للسيليكون او الجرمانيوم، بالنسبة للجاليوم ارسينيك احسن شوية، ودي كلها بيهيفير للماتيريالز. ماشي يا شباب، وزي ما قلنا ابتدي بعض اللايت او ليزر دايد كده، الكلام ده كله هنعرفه ان شاء الله بعدين. وابتدى اجيب الباند دايجرام الجميل بتاعنا اللي بيقول انت لو كوندكتنج ماتيريال الاتنين داخلين في بعض اهو، مش قادر تفسرهم عن بعض، في اوفرلاب بين الكوندكشن وال، طيب لو ايزوليتد الاتنين بعاد عن بعض، ده امبتي مفيش فيه ولا الكترون حر. طب لو هو سيمي كوندكتور، لا في اي جي تضيفها يطلع لفوق، تسكت ينزل لتحت، واضحه؟ هو الالكترون بقى حر فوق، في هولز تحت قصاده، انما هنا الدنيا ملخبطه على بعضها والاثنين داخلين. ده كوندكتورز ماتيريال، ده سيمي كوندكتور ايزوليشن. يبقى كلمه ان بتوين هنا جايه ان تيرمز اوف انرجي، هنا زيرو انرجي جاب، هنا هايلي انرجي جاب 9 الكترون فولت، هنا ان بتوين الكترون فولت عشان يبقى سيمي كوندكتور ماتيريال. ده الخبر. هاردو ابتدى يقول زي ما قلنا دلوقتي عدد الان هيساوي المعادله ديت، معادله مهمه جدا وهتيجي في الامتحانات، ويعني طبعا انا بخوف الطلبه عشان تذاكرها وتقراها عشان هيجي فيها سؤال في الامتحان. لو بصيت فيها زي ما قلنا دلوقتي هو التكامل، يعني الان دي هجمع كل الالكترونيات فروم سيرتن دلتا اي، وعدد الان اوف اي في الدلتا اوف اي بيساوي الان اوف اي في الاف اوف اي. ايه هي الاف اوف اي ديت؟ هو سماها الراجل ما يسمى بالبروبابيلتي، اهي بروبابيلتي اوف اوكوبايدنج انرجي رينج، يعني ايه احتماليه وجود في الرينج ده الكترون حر. اوكي، عشان اعد مين؟ الالكترون حر او الفري الكترونز. ماشي يا جماعه، الماده اللي زي دي طبعا ما تلخبطكوش كلمه انترنسك سيمي كوندكتور. الانترنسك سيمي كوندكتور هتعرفوها ولما تقروها في الكتاب هيقول لك ماده ما فيهاش شوائب، لان بعد كده هنخترع اختراع تاني هنتكلم عليه في اوانه
هنسميها اسم تاني intrinsic materials، معناها مادة ما فيهاش شوائب، ما فيهاش اي حاجة، هو ذرات سيليكون مترتبة جنب بعضها بترتيب محترم زي ما يكون كده حد منظم البيت. اوكي، لكن القانون ده مهم جدا وسهل جدا، زي ما قلت لحضرتك هو انا عدد الالكترونيات الحرة اللي احتمال تكون موجودة في الرينج، اهو ده كلمة الاف اوف اي، البروبابيليتي اوف اكوبايدنج ذا انرجي رينج. واضح الكلام ده موجود اهوت، وقال لك ان الفي اف دي بتساوي الاحتمالات. طب الاحتمال دي بكام؟ بواحد. يعني ايه احتمال بواحد؟ يعني ايه احتمال بواحد؟ يعني 100% موجود. وايه احتمال بزيرو؟ 100% مش موجود. يبقى انا لو شغال في الرينج ده، لو شغال في الرينج ده مفيش ولا الكترون حر موجود، لكن لو هنا الدنيا مليانه. مفهوم ولا انا لسه مش اعتقد مفهوم؟ اوكي، طبعا ما تتلخبطش كلمه زيرو وزيرو دي، تمام. هنا المعادله طبعا هو عمل كيرفيتنج وحط معادله انا ما اعرفش جابها ازاي، واحد على واحد زائد اي اكس اي ناقص اي اف دي ناقص دي اي اف على الكي تي، حيث اي اف ده بيسميها الفيرم ليفلز انرجي. وانا سالت احد الاسئله في المحاضرات لبعض الطلبه، ويعني خسرت فيها دي 3 درجات لطالب اديتهم له بونص، قلت له يعني ايه، قلت يعني ايه اي اف دلوقتي، يعني ايه اي اف، هذه الاي اف معناها ايه؟ الاي ديت الانرجي اللي مع الالكترون اللي انا عايز اشوفه هو. فهو الولد يعني مشكورا جزاه الله خيرا، والمهندس ده خلينا عشان يمكن يزعل لما اقول للولد، لكن بص للمنحنى لقى عند الزيرو، يعني ما عند الزيرو الاحتماليه بكام؟ بنص. فهو قال ايه؟ هو الانرجي، هو الانرجي اللي موجوده عندما يكون الاحتمال 0.5. يبقى تعريف الفيرم ليفل هنا ممكن نعرفه من المنحنى من الكيرف. الفيرم ليفل انرجي هو كميه الطاقه اللي مع الالكترون عشان يبقى احتماله يبقى 3.5، احتماله يبقى 0.5. ماشي يا جماعه؟ وابتدى ان ناخد الكيرف ده، طبعا التي هي بولتز ابسولوت تمبريتشر ان ديجري كلفن، وكي اللي هو بولتز مان كونستانت، والاي اف، وابتدى يعمل شويه اناليسيس جمال كده، يقول لك لو الاي اف دي كبيره جدا ولو الاي اف دي صغيره جدا يبقى الاكسبوننشال ده يبقى بالشكل الفلاني. وابتدى الراجل يعني يعمل شويه ماثيماتيكال مانيبيوليشنز، وابتدى الكيرف ده يظهر معايا وياخدها من هنا، شوف دي فيها كام، وقال لك ادي الكيرف اهو بتاع البروبابيليتي، وادي الكوندكشن زبان اللي انا قلت لك عليه ده طالع. قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم، اكس تربيع، ودي برضو بس بالناقص، وراح جاي مدخل دي مع ديت وعامل اسقاط هنا لعدد الالكترونات الحره. لقى هنا زي هنا بالظبط، لو في الكترونات حره يبقى في هول حر، صح كده؟ يبقى دي متمشية مع الفنومينا اللي انا في دماغي، يبقى كل الكلام ده ابروكسيميتلي صح، ويبقى فيها 2 الكترون في الكوندكشن زبان، وفي 2 هولز في مين؟ في الفالنس باند، او العدد هنا بيساوي العدد هنا. اللي انا في الاخر وفي الاول عايز اجيب ان دي بكام، عايز اجيب الان دي بكام عشان هستخدمها بعد كده. اوكي، طبعا البعض الماثيماتيكال مانيبيوليشن ابتدى يحسب الان ويكامل من زيرو لما لا نهايه، والتكامل ده سهل جدا تقدر تكامله انت وتقدر تتعامل معاه في الرياضه. فطلعت المعادله بالشكل ده، الان بتساوي الان سي اكسبوننشال اي اف على كي تي. اوكي، ثم بعد ذلك هو ابتدى يعني يحسب حسبته عند الكوندكشنز باند، وجاب الاي سي ناقص الاي اف على الكي تي في الان بتساوي الان سي اكسبوننشال. ماشي يا جماعه؟ وسمى الثابت ده الافكتيف دنسيتي اوف ستيت والكوندكشن ان ذا كوندكشن بات ات روم تمبريتشرز اندر كونديشنز، ده بتساوي المقدار ده فور سيليكون وفور جيليوم
ارسنايت، وكل ماده لها الكونسبت بتاعها. وبعدين قال الهولز هي نفسها، بس الان في ديت هتبقى ان الان سي، الان الكترون هتبقى ان في، فالانس باند ده كوندكشن باند، ده فالانس باند اكسبوننشال العكس صحيح، اي اف ناقص اي في على الكي تي حسب، وجاب الكلام ده بالنسبه. طيب لو هو ابتدى يقول بقى هنا ده تاثير الحراره، هنا بقى دلوقتي ده تاثير الحراره، وابتدى يجيب المعادله، ده تعريف، يجيب اكسبريشن للفيرم ليفلز طبعا، ويرسم المعادله ديت على السيليكون والجرمانيوم. وابتدى يقول ان انا عندي الان في البي بتساوي الان اي تربيع اكسبوننشال، تطلع المعادله اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايدز نمره 5. يبقى اثبات المعادله دي كله اهو، والجذر الان سي على الان في ده اللي كان بيساوي 3.5 ولا 2.5 في تي اس ناقص 2 على 3، حيث تي لها كي سابق بولت زمان كونستانت، والتي عباره عن اند سون. طبعا دي الان اي تربيع ودي الان اي، وان الان بتساوي مين؟ البي في الماده الانترنسك دي. واضح يا شباب؟ طبعا المطلوب من حضراتكم ان المعادله دي تاخدها سعادتك وترسمها على الماتلاب عشان تطلع الكيرف اللي قدامك ده، عدد الالكترونيات الحره في السنتيمتر المكعب اللي بنسميه انترنسك كارير كونسنتريشن. طب انت عايز الان اي دي تعمل بها ايه؟ او الان عدد الالكترونيات الحره تعمل بها ايه؟ ده انا ممكن احسب منها الكوندكتيفيتي. طب والكوندكتيفيتي هتحسب منها الريزستيفيتي. طب وبعدين هتقول الار بتساوي رو ال على الاريا، تطلع منها مين؟ مقاومه سلك معين لو كروس سكشن وطول، وتقسم الكلام ده الفولت على الكلام ده يديك التيار اللي هيمر. بس التيار ده هيبقى داله في مين؟ التيار ده هيبقى داله في مين؟ هل في الاي جي؟ اه ده اللي في الاي جي، يعني ده اللي في نوع الماتيريال. لا بس ده اللي في الحراره كمان. لو الحراره زادت التيار هي ايه؟ هيقول الموال بتاعنا. لو الحراره زادت الالكترونات الحره هتزيد، الكوندكتيفيتي هتزيد، المقاومه هتقل، التيار هيزيد. الله، لا سيبك من التمثيليه وسيبك من الموال الطويل ده كله. لو الحراره زادت التيار يزيد، لو الحراره قلت التيار يقل. هل معنى كده ان انا اقدر استخدم الماتيريال دي، الماده دي، كحساس كسنسورز للحراره؟ هل هي الماده دي اللي بتوضع على جسم الانسان عشان تقيس درجة حرارة المريض؟ هل المادة دي اللي بتخش جوه العربية عشان تديك حرارة الموتور؟ هل المادة دي اللي بقدر اطلع منها ترمومتر يقيس درجة حرارة المريض، او يقدر يتحط في ميدان عام يديني درجة حرارة الجو؟ ليه؟ لان المادة اصبحت توصيلية تعتمد على درجة الحرارة. بس للأسف الشديد زي ما قلت في اول المحاضرة ان العلاقة غير خطية، العلاقة غير خطية اهي. ماشي يا شباب، اتمنى كده تكون انتوا حضراتكم عرفتوا ان المحاضرة دي هدفها ان انا احسب الـ NI تربيع او عدد الالكترونات الحرة مع عدد الهورز، وان الكلام ده ممكن استخدمه كتمبريتشر سنسورز. بس عندي مشكلة خطيرة ان العلاقة غير خطية، بمعنى ان الحرارة لو زادت دلتا الفولت التيار مش هيزيد دلتا، ممكن يزيد دلتا سكوير او اكسبوننشال، وبالتالي يبقى المريض درجة حرارته زادت درجة واحدة والفولت راح زايد مرة واحدة. يبقى كده لازم ابقى في لينياريتي بتوين او علاقة خطية بين درجة الحرارة ومين؟ والفولت اللي خارج او التيار اللي خارج. ده شغل المهندس مهندس الالكترونيات عشان يبتدي يستخدم الديفايسز دي بعيوبها اللي موجودة، اللي هي فيها جزء من نون لينياريتي اكسبوننت اي اس كذا، اللي هو ده جاي منها النون.
لو خدنا المثال ده اللي موجود في الكتاب، طبعا الراجل جايب هنا calculate the theoretical value of Ni in silicon at room temperature. طبعا الروم تمبريتشر هي 25 او 27 زائد 273 تطلع 300 ديجري كلفن، وابتدى يبحث في الجدول ويجيب البي ويجيب الكي ويجيب الاي جي بالنسبه للسيليكون من التيبل ده هوت اللي موجود في الكتاب، وابتدى يعوض في القانون. طلع عدد الالكترونيات الحره 6.73 في 10 اس 9 على سنتيمتر تكعيب، بمعنى ان كل سنتيمتر تكعيب فيه 6.7 في 10 اس 9 فري الكترون. تاني يا شباب ولا لسه؟ طبعا اتمنى كده انك تحسب الكلام ده للجاريوم ارسينيك وتحسبها لكل انواع الماتيريال للسيمي كوندكتور في الكولوم اي في، عشان تعرف مين اكثر توصيلية ومين اقل توصيلية من هذا الموضوع. اتمنى ان كده تكون واضحة، وبالتوفيق ان شاء الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين، نشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.